ويلتشير ديزاين، تصميم كرسي المعوقين. الجزء الثاني ضمن سلسلة فيديوهات تصميم كرسي المعوقين. التعليمات الأساسية: إكسترويد باس، ريفولف باس، لوفتيد باس. تصميم مسند القدم: نختار المستوي فرونت بلين ونرسم مجموعة خطوط متعامدة انطلاقا من المركز تشكل المسقط الأمامي للمسند. نضع الأبعاد للخطوط المرسومة ونرسم خط منقط. من منتصفه نرسم دائرة قطرها 22.225 ملم. من فيتشر نختار إكسترويد باس بقيمة 139.8 ملم. من فيتشر نختار فيلي ونختار الحواف المطلوبة ونحدد قيمة نصف القطر 12.7 ملم. نكرر العملية السابقة ونحدد الحواف المتبقية ونحدد قيمة نصف القطر 2.4 ملم. نحصل على الشكل المطلوب. تصميم المقبض اليدوي: نختار المستوي فرونت بلين ونرسم خط منقط يشكل محور الدوران. نرسم عدة خطوط تولد الشكل الذي سيتم تدويره حول المحور. ونضبط أبعاده. من فيتشر نختار Revolve Boss ونحدد الخط المنقط ضمن Access Revelation. من فيتشر نختار Fillet ونختار الحافة الدائرية وقيمة نصف القطر 2.54 ملم. تصميم مسند اليد: نختار المستوي فرونت بلين، نرسم مستطيل مركزه مبدأ الأحداثية، طوله 254 ملم وعرضه 51.15 ملم. من فيتشر نختار إكسترويد باس بقيمة 31.75 ملم. من فيتشر نختار فيلي ونختار الحواف المطلوبة ونحدد قيمة نصف القطر 12.7 ملم. نكرر العملية السابقة ونحدد الحواف الجانبية بنصف قطر 25.4 ملم.
نختار المستوي Right Plane. نرسم خط منقط انطلاقا من المركز. من نهايته نرسم دائرة. نحدد قطرها 22.225 مليمتر وبعدها عن المركز 6.35 مليمتر. من فيتشر نختار اكسترويد كات، وضمن دايركشن نختار ثرو اول بورس، وبالتالي نحصل على مسند اليد المطلوب.